اهلا بكم من جديد وارحب بضيفي الكريمين عوض رجعان واسامه النعيمه. اهلا وسهلا بكما. في الركض الاسيوي بربع نهائي ابطال اسيا، الفرق السعوديه الثلاثه التي تحمل كثيرا من امال وطموحات لمرحله قادمه وانتظار للانتقال الى نصف النهائي، اليوم كانت قد خاضت واحده من اهم واصعب مواضيع او مراحل هذه التصفيات. المتابعون والمحبون بدأت أنظارهم تتجه أولا إلى كوريا الجنوبية في هذه الظهيرة أو في ظهيرة هذا اليوم، حيث لسان الكوري الجنوبي يستضيف الهلال السعودي. النتائج التي جاءت من كوريا مرورا بأصفهان ثم جدة تأرجحت بين خسارة وتعادل وفوز. نتابع أولا أبرز هذه النتائج التي جرت اليوم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا. أبرز هذه النتائج التي تظهر معنا، الفريق الأسترالي أمام بندكيور الأوزبكي، التعادل كان بهدفين لهدفين. ألسان الكوري الجنوبي كان قد تغلب على الهلال بهدف دون مقابل. سباهان الإيراني والأهلي السعودي التعادل بهدف دون أهداف. والاتحاد السعودي تغلب على غوانزو الصيني بأربع أهداف مقابل هدفين. ظهر اليوم كان الهلال قد خاض الاختبار الأول في ربع النهائي للفرق السعودية، واجه الفريق الكوري الجنوبي. الأزرق الذي اهتزت شباكه في البداية لم ينجح على الرغم من تحركه في الدقائق الأخيرة من معادلة النتيجة، لكنه على أقل تقدير عاد أو سيعود للرياض وهو يحمل أهمية وأوراق ربما تحمل الكثير من الحظوظ للمرحلة القادمة إذا ما نجح إيابا وهو المنتظر في الرياض. نتابع ملخص للمواجهة ثم نعود. انطلاقة كورية، محاولة تأتي خطرة جدا، محاولة كورية، يا سلام عليك يا عبد الله، برافو يا سديري، بلا شك ستكون داعم نفسي كبير لعبد الله السديري. هذه اللقطة تتمنى أن تفوز عليه، فيعني الضرب على هذا الوتر وعلى أمر يعني أعتقد أنه موضوع الوطنية أعلى موضوع الانتصارات الكروية، كرة لصالح الفريق الكوري. هذا ما لا نتمنى رضاني، سجل هدفا للفريق الكوري وتقدم الكوريون في الدقيقة العاشرة بهدف عن طريق رضاني. إذن ألسن يتقدم بهدف على التنفيذ، وسلي يلعب كرة لصالح الهلال، عرضية مال مرمى حلوة باتجاه المرمى، ولكن تخليص قوي أيضا من حارس المرمى الكوري وبمهارة من حلق المرمى إلى خارج الملعب. نسبة عالية من السيطرة للفريق الكوري، عرضية خطرة جدا تمر أمام المرمى الهلالي. يلا يا بونسو على الأطراف، ما نبغاك، خش الجوة يا حبيبي، ادخل للداخل يا بونسو. كرة ملعوبة على اليمين ممكن تتهيأ للهلال، تتمرر لوسلي يحاول، لا تزال كرة للزوري، هذه الهدف، هذه يا حبيبي العبها يا شهراني هدي. يلا يا وسلي، فرصة أمام مرمى، يسدد وسلي ولكن إلى يد حارس المرمى الكوري. كرة لمحمد نامي، حلوة من نامي وخادعة لحارس المرمى، برافو، حلوة يا ولد. في مؤازرة الفريق الهلالي فريق الوطن، دعواتنا أيضا للأهلي والاتحاد بالتوفيق. وسلي يحصل على كرة أمام المرمى ولكن تنتهي على اليمين، ملعوبة دخول بالرأس، تتهيأ وبشكل متقن وتسديد إلى يد عبد الله السديري. كرة عرضية خطرة جدا إلى يد عبد الله السديري المبكر ايضا هنا الى الزوري. عبد الله، عبد الله على يمينه، الدوسري يبرر التعادل، يا عين على المهاره، الله عليك، تسديده اخرى، هذه الكره اللي تضغط فعلا. في مباراه الرياض، اي نعم، دائما ما تكون مباراه الذهاب والفوز فيها عامل مطمن. الصافره احبتي الكرام، حفظكم الله. حظا وافرا للفريق الأزرق، الإياب إن شاء الله سيكون التعويض. أسامة، هل فعلا عاد بأقل الخسائر كونه يخسر بهدف دون مقابل، كونه ينتظر مباراة الإياب؟ الأقل هو تعرف عن قرب عن منافسه.
أبو خالد، يبدو أن الهلال اليوم هي خسارة، أنا أعتبرها خسارة مدرب وليس خسارة فريق. خسارة مدرب ساعد في ذلك لاعبي الهلال أكثر. المدرب كومباريه لا زال يواصل في عملية اختيار تشكيل مختلف في كل مباراة، وهذا ما لاحظناه في مباراة مثل أولسان، والتي يفترض أن يكون وصل مرحلة لمباراة أولسان بتشكيل موحد وتشكيل حقق نتيجة إيجابية. ما شاهدناه اليوم، سيد كومباريه واصل برضه في عملية التغييرات التي لا تشفع له أن يحقق نتيجة إيجابية. لاعب مثل محمد نامي يشرك اليوم وهو لم يشترك في الثلاث مباريات الماضية، ويفترض طبعا بحجة أن سلطان البيشي موقوف، يفترض أن يكون ياسر الشهراني هو من يتواجد بحكم ياسر هو الأجهز في هالمواجهة. وجود لاعب مثل الكوري يستمر إلى الدقيقة 70 ولا يستفاد من مهاجم في مكانه، هذا ايضا في ظل ان عطاءات الشوط الثاني انخفضت، مع ذلك يستمر السيد كومباري عليه. وجود لاعبين مميزين في خط الاحتياط امثال سلمان الفرج، امثال محمد الشلوب، امثال احمد الفريدي ولا يشاركون، هذه ايضا علامه استفهام للسيد كومباري. اذا هي تشكيل او اخطاء في التشكيل واخطاء في التغيير ساهمت في خساره الهلال. هذا إذا استمر الهلال بهذه الطريقة هي طريقة تضع علامة استفهام في تأهله لدور الأربعة، خصوصا أنه حتى لو كانت بخاطر نتيجة أقل خسائر وهي 1-0، ولكن قد تكون نتيجة مزعجة للهلاليين إذا ما سجل الفريق الكوري في مواجهة الرد بداية هدف، لأنه الهلال سيكون تحت ضغط أنه لازم يكون صحيح. هدف الفارق بهدفين. لذلك أنا في تصوري الهلاليين لابد يرجع لهم روحه الحماس. أنت تحمل المدرب مسؤولية المباراة؟ أنا أحمل المدرب يمكن نسبة 60%، وأحمل بعد كذا اللاعبين مسؤولية عدم الحماس ويعني قلب يعني النتيجة أو قلب الشيء اللي المفروض أنه يكون عكس الروح. لم تكن ما كانت حاضرة الروح بخاد في لاعب الهلال اليوم بشكل إلا في العشر دقائق الأخيرة من المباراة، شاهدنا الهلال اللي كنا نشاهده في المرات الماضية من حماس من، ولكن الفريق الكوري والسان لم يكن هو الفريق اللي ممكن يعني يحمل هيبة ولا خوف كبير أبدا أبو خالد، ما كان فريق مزعج ولا كان فريق يخيف للهلاليين، بالعكس الهلال قادر يسيطر عليه وقادر يحقق نتيجة في كوريا بفارق أهداف أكثر من اللي يعني طيب. شاهدنا، ولكن الهلال يبدو عامل خوف، يبدو اللاعبين ويبدو خط المنتصف هذا شهد يعني أنا أتصوره فوضى بشكل مو طبيعي خلقها المدرب نفسه، يعني المدرب خلق في عناصر في خط الوسط المفروض انه يجعل عبد العزيز الدوسري عندما يستلم كوره تلاحظ انه يتجه نظر في كل مكان لا يجد من يسانده، اللاعب مثل ويسلي يستلم كوره ويرجع، اذا في اخطاء يفترض ان السيد كومباري يتنبه لها لمباراه الرد. عوض ان تخسر خارج ارضك بهدف، هل يحمل هذا جانب الى حد ما مقنع لك أم أنه يضاعف الضغوط حينما تلعب على أرضك كما يحدث مع الهلال الآن؟ والله أنا أخذ الجزئية اللي كانت في آخر كلامك يا أبو خالد، أنه الفريق الكوري ما هو ذاك الفريق اللي كان يعني اللي ممكن يهزم الهلال أو أنه الهلال ما يتفوق عليه، يعني كان في فترة من الفترات الهلال كان ممكن يسجل تعادل ويسجل هذا التفوق، بالإضافة إلى أنه الفريق الكوري الهدف الفريق الكوري هو خطأ من لاعب هلالي يعني في تسليم الكرة. فأنا أتصور للفريق أولسان ليس بالخطورة اللي كنا نتوقعها وليس بالإمكانيات اللي كنا بنشوفها الفرق الكورية في هذه المرحلة على مستوى فريق الهلال. بصراحة حداثة المدرب، دخول أسماء جديدة على مستوى الدفاع حتى على مستوى الحراس، السديري كان فترة بيغيب وبيجي، بقول لك نتيجة أنا ما بقول مطمنة ولكن نتيجة مقنعة إلى حد ما في ظل هذه الظروف. طيب في أعقاب المواجهة كان الحديث لياسر القحطاني مهاجم الفريق الأزرق، أيضا الحديث كان لسفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ أحمد البراك، نتابع ماذا قال. عبد الرحمن العبسي كان هو من يجري الحديث، لا أدري إن كنا سنعود مرة أخرى لهذا الحديث أم لا، لكن على أي حال أسامة
تبدو الأمور يعني في وقت جيد لمراجعة الحسابات من مدرب الفريق في أعقاب هذه الخسارة. مخاد مؤكد طبعا، أنت أمامك أسبوعين قادر أنك ترجع، لأنه سيلعب الأربعاء بعد القادم. نعم الأربعاء بعد القادم، يعني في عندك مجال 15 يوم خصوصا، ولكن هو يزعج المدرب يمكن في موضوع أنه سيشارك في يمكن مباراتين في دوري زين، ومباراة من أنا أعتبرها من العيار الثقيل، مباراة مثل الشباب ومباراة مثل الرائد، إذا مباراة مزعجة للفريق ذلك. ولكن المدرب كومباري عنده أخطاء يفترض أنه هو يعالجها في الفريق قبل أن يدخل المواجهة الرد، لأنه الفريق الكوري ليس بفريق مزعج الفريق، ولكن الفريق الهلال، ولكن الهلال يحتاج إلى تركيز، إلى وضع العناصر اللي تستطيع أنك تكسبك في مباراة الرد، وليس وضع عناصر مجرد أنها تمشي معك عناصر. خط الدفاع هو مشكلة الهلاليين، وهذه مشكلة يعني ملاحظة بشكل كبير. منقان حقيقة إذا ما كان يستطيع الهدوء فهذا يسبب لك مشاكل في أي لحظة. صحيح. عموما عاد الصوت مرة أخرى لياسر القحطاني ولحديثه، نتابع ماذا قال، ثم بعد ذلك أيضا نتابع حديث لسفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ أحمد البراك. كابتن ياسر القحطاني، بدايه نقول لك هارد لك الخساره في مباراه اليوم، باذن الله يكون تعويض في الرياض ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. صحيح انه خساره لكن هذا شوي طول، ان شاء الله نوع جماهيرنا ان شاء الله باذن الله ان وضعنا في الرياض يكون احسن ان شاء الله. نعم كابتن ياسر، مجريات المباراه كان في اختلاف ما بين الشوطين، يعني ايش اللي حصل بين الشوطين؟ الشوط الثاني كان افضل من الشوط الاول. صحيح، يمكن احنا الشوط الاول الفريق يمكن دخل ما دخل بكل قوه، يعني ولا دخل اجواء المباراه الا متاخر، حصل عندنا هدف من خطأ احنا تسببنا فيه، استغلها واستفاد منه الفريق الكوري. بعد يعني نهاية الشوط الأول الفريق، بداية الشوط الثاني الفريق بدأ يتقدم يعني بشكل أفضل، بدأ يمسك كورة، بدأنا نلعب في ملعبهم، اعتمدنا على الكورة البينية اللي هي أفضل بالنسبة لنا من طريقة لعبهم اللي حاولوا يجبرون عليها اللي هي الكورة الطويلة. وصلنا المرمى هم كذا مره لكن ما حلفنا التوفيق. عبد العزيز، يعني لو تحدثنا عن ارضيه الملعب، البعض تحدث بنا كانت يعني ممتلئه بالمياه ومغموره بالمياه، انتم كلاعبين كيف شاهدتموها؟ لا ابدا، بالنسبه لي اشوف ان الموضوع كان عادي، وبالعكس احنا توقعنا ان الارضيه راح تكون أسوأ من كذا، ولا هي سبب ولا اثرت يعني حتى في نتيجه المباراه ابدا. طيب عبد العزيز، يعني ايش ممكن تقدمون انتم كلاعبين من خلال الشوط الثاني كما ذكرت في الرياض؟ احنا الان طوينا صفحه الاسيويه ونفتح صفحه الدوري مره ثانيه، وان شاء الله قبل مباراه الاياب ان شاء الله يكون لكل حدث حديث باذن الله. سعاده السفير احمد البراك، سفير خادم الحرمين الشريفين هنا في كوريا، بدايه نرحب فيك وكي هلا ومرحبا على القناه السعوديه الرياضيه. واهلا وسهلا فيكم، وانا يعني ارحب فيكم ايضا في كوريا، واتمنى انكم كنتم يعني الى الان الاقامه مريحه ان شاء الله. ان شاء الله احنا مرتاحين بتواجدكم وتواجد دعم خادم الحرمين الشريفين. كان سوء فهم وزال، وكان هناك خطا يعني في اجراءات التنسيق، والحق ما نبغى نخوض في هالموضوع، الموضوع اغلق. صحيح. لكن من جهتنا بحثنا وحاولنا نتحقق من الخطأ، ويعني وتأكدنا من سلامة موقف السفارة والله الحمد. أسامة، إذا كان لك تعليق أولا. طبعا الكلام المعالي السفير هو حقيقة كلام يعني يعتبر كلام الشخص المسؤول في هالجانب، وذكر انه قدموا التسهيلات كامله، ذكر انه وقفوا على موضوع الاشكاليه اللي صارت بينهم وبين الهلال في البدايه عند الوصول الهلال، وذكر انه تم حلها ووقف على كل الاجراءات وثبت انه موقفهم سليم. هي يبدو انه هي يعني انا بتصوري الموضوع اخذ اكبر من حجمه في صحيح. في بدايته يفترض ما كان ياخذ الحجم هذا، يفترض انه يكون، واحنا ابو خالد الان في مساله ترى الاتصالات اسهل منها ما في، يعني انا استعجب موضوع الفاكس وما الفاكس، هذه اشياء انتهت، يعني مساله ايميلات الان، مساله جوالات بامكانك تتصل، اضافه الى ذلك تستعجبها من اداره نادي الهلال انت؟ انا استغرب من اداره الهلال، يفترض اذا انا مثلا ابغى اتواصل مع سفير او اتواصل مع، يفترض اني ارفع السماعه واتصل فيه
واقول الموضوع كذا. اضيف الى ذلك انه من يوم الاربعاء بس المخاطبات دائما عاده تصير، لا المخاطبات الرسميه اذا شوف ابو خالد احنا بنجي ايميل لا او اذا فاكس. اذا بنجي كمخاطبات رسميه وكتسلسل، اذا يفترض الهلال يخاطب الاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي يخاطب خارجية السعوديه، خارجية السعوديه يخاطب السفاره، هذا كنظام حكومي كاجراء يعني كاجراء حكومي هذا معترف فيه. ولكن نادي الهلال يخاطب السفاره، هذه يعتبر انا تصوري انه جزء من تعاون السفاره او ما يطلب من السفارات السعوديه تجاه المواطنين السعوديين. ولكن يفترض ان يكون هناك عدم تصعيد، يفترض الموضوع ياخذ بهدوء، خصوصا انه من يوم الاربعاء الماضي عضو اداره الكره اللي هو فهد المديد موجود في كوريا. يعني انا السؤال اللي ابغى افهمه، يعني وجود فهد المديد هل ما كان تنسيق مع السفاره؟ السفاره ما كانت موجوده؟ كل هالاشياء يفترض انها تكون معموله، ولكن انا بتصوري الموضوع اخذ اكبر من حجمه. هم الجانبين طالبوا باغلاق الملعب وفي النهايه نعم حق التصريح هذا الاسمع من الامير عبد الرحمن والمعالي السفير في يمكن قبل يومين يعني قبل المباراه واغلق الموضوع، لكن فقط لان التصريح الاخير او الحديث اللي الان قاله معالي السفير. نعم، وانا اتمنى حقيقه انه زي هالمواضيع لا يعني لا تطرح اعلاميا الا بعد ما يتاكد يعني من جميع الجوانب، لان طرحها اعلاميا حتى تاثر في موضوع مصداقيه سفرانه في الخارج، ولكن اذا الموضوع صحيح نعم يطرح اعلاميا. طيب ايضا رده الفعل لدى الجماهير المتابعه لمواجهه الهلال واوسلان الكوري الجنوبي نتابع. الله يعطيك العافية والله صراحة ما ندري شو نقول، لكن إن شاء الله الأمل في الرياض الشباب بإذن الله. أنا صراحة والله متفائل في الرياض. كنت متوقع نتيجة اليوم؟ لا والله صراحة كنت متوقعها 0-0، وهذه المفروض كانت تنتهي على صراحة. الهدف زي ما أنتم شايفين غلط يعني واضح. أنا ما أدري لين متى إحنا بنطلع من الأسيوية وهذه الأغلاط أغلاط مدفونة. طيب إيش اللي حصل عن قضية رأيك أنت؟ صراحة هو سوء في التشكيلة، سوء في الاختيار من البداية. يعني زي انت ما انت شايف لو نزل سالم الدوسري، نزل احمد فريدي، نزل ياسر من البدايه صراحه والله كان فرقت النتيجه. نزلهم نهايه الشوط، يعني احمد فريدي ما نزله، نزل سالم الدوسري، نزل ياسر، سووا فرق فاهم، في هجمات في، لكن زي ما انت شايف عادي شو نقول. لكن ان شاء الله العوض في الرياض باذن الله. ظنك في مباراه الاياب تتوقعها يعني النتيجه راح تكون مرضيه لجماهير الهلال؟ ان شاء الله والله متفائل باذن الله، باذن الله بتنتهي 3-1 باذن الله. جاي من السعوديه ولا طالب هنا؟ انا طالب هنا صراحه، وجايين اصلا من مدينه تبعد 400 كيلو، جايين من العاصمه عشان نسال ديار والله من امس. لكن صراحه يعني ايش نسوي؟ طبعا نفس النظام، ما كنت متوقع النتيجه، والتغييرات لو كانت اساسيه من البدايه يعني، لان انت لاحظت بعض التغييرات يعني تغير مستوى اللعب، وكانت في هجمه الاخيره يعني ما قدر الله انها تجي لمصالحنا. عشان كذا اقول الهلال هارد لك، ان شاء الله فرصه في الرياض ان شاء الله. والله هارد لك وان شاء الله تتعوض في الرياض، ولكن اقول للمدرب ركز شوي في التبديلات ويكون تشكيله من البدايه، يعني زي ما غير في نهايه الشوط نهايه الشوط الثاني تكون تبديلته من البدايه ركزها، ويكون تغييراته شيء يعني يحتاج لوقت صعب، ممكن يخلص المباراه من الشوط الاول لو كان تبديلاته صح. شفتوا الهجمات الشوط الثاني كانت خطيره بسبب التبديلات، نزل لاعبين او ثلاث لعيبه هم اللي سووا اللعبه، بس التشكيله من الاساس لو كانت كذا ما كان نتيجه الكوري كذا، اقل شيء تبي تطلع بصفر صفر. يعني رايك الثلاث اسماء اللي دخلت المفروض تشارك من البدايه؟ المفروض تكون اثنين منهم اساسي، يعني ممكن يضطر بفريدي اخر شيء يدخله، ممكن يكون عنده تبديلات زي سلمان الفرج، بس يكون ياسر، يكون سالم الدوسري، يكون عنده الاساسيه من البدايه، الاساسيه من البدايه تضمن الاقل شيء ممكن تسجل هدف في الشوط الاول، لو سجل الكوري تدي 1-1 المصالح تدي تعادل. والله نقول الحمد لله، ان شاء الله الرياض باذن الله تتعوض، بس احنا نطالب من المدرب يعني صراحه يركز على الاطراف الظهيرين، والله نامي والزوري يعني مستواهم مش رابط. يعني ايش البديل المناسب تشوفه انت؟ يا لو يغطي يقفل ان شاء الله يلعب ثلاثة دفاع، يعني ما بس اليوم مرة هم لهم كم مباراة. يعني ايش رايك في مباراة الاياب؟ يعني ايش ممكن مدرب يتجاوز هالخسارة 1-0؟ يعني ممكن لازم يسجل 2-0 عشان يفوز، يعني لو كان 2-1 ممكن يخسر فريق الهلالي. يدخل ياسر مع ويسلم هذا من البداية. من البداية.
السعوديون بعد أن فرغوا من المتابعة للمواجهة التي جرت ظهر اليوم، طبعا طلاب سعوديين في كوريا الجنوبية، التقاهم عبد الرحمن العبسي. شكرا لعبد الرحمن العبسي لأنه يقوم بجهد كبير. أتحول مباشرة إلى فاصل، بعده نعود في الجزء الثالث. الأهلي يحضر بتميز في أصفهان، والأهلي والاتحاد يمتع ويبدع ويطرب في جدة، بعد فاصل.